Dears, welcome in Education Department at SHAHD Association. Our lesson today is heart and cardiac activity. Make sure to subscribe to our channel for more lessons and don't forget to activate the bell to stay notified. Our objectives of this lesson are: first, identify the parts of the heart. Second, describe the path of a blood flow through the heart. Third, identify the parts of the heart that carries oxygenated blood and deoxygenated blood. Fourth, describe the cardiac activity. First, what do you observe in this picture? نحن شو عم نشوف بهيدي الصورة؟ نحن مس عم نشوف مدينة اللي هي بيروت وعم نشوف قدام المدينة تفرجوا كتير منيح عم نشوف سيارات كتير صغار وطريق كتير رفيع اوكي ضيق بينما برا المدينه اللي عم بيفوتوا سيارات وعم يطلعوا عم نشوف الطرق اوسع واعرض اوكي طيب الطرق هدول شو بيمثلوا مس المدينه شو بتمثل السيارات شو بيمثلوا مين بيشبهوا بجسمنا مس نحن بنعرف انه المدينه هي المركز الحيوي صح فاذا بتشبه مين الهارت اللي هو السنتر اوف اكتيفيتي والطرق مس بيشبهوا الارتريز والفينز اوكي اللي عم بيفوتوا ويطلعوا من الهارت صح والسيارات هن البلاد سيلز فاذا مس نحن بنعرف انه الفينز هن اللي بيحملوا لنا دي اوكسجينيتد بلاد بيودوه على الهارت بيعمل له ريسايكلينج بيوديه على اللانجز بيصير عندنا اوكسجينيتد بلاد بيرجع على الهارت بيوزعوا لكل لكل اعضاء الجسم لكل السيلز صح فاليوم حنحكي عنه بالتفصيل حنحكي عن الكاردياك اكتيفيتي حنحكي عن اقسام الهارت حنحكي عنه ونشرحهم بالتفصيل جلوساري مايوكارديوم Thick muscular wall of the heart that contracts regularly. Artery, blood vessel that carries blood from the heart to all body organs. Vein, blood vessel that carries blood from the organs to the heart. فإذا هون شو عم نلاحظ؟ عم نلاحظ إنه الأرتري والفينز عملهم من عكس بعضهم صح؟ الاثنين هن بلاد فازلز، أوكي؟ فإذا عندنا الأرتري هو بلاد فازل والفين هو بلاد فازل، بينما الأرتري بيحمل لنا البلاد من الهارت لكل أعضاء الجسم بيوزعهم، أوكي؟ to all body organs، بينما الفين بالعكس بياخذ البلاد من الأورجانز وبيوديهم على الهارت. Auricle cavity of the heart that has a thin wall. It receives the blood from the veins and forces it into the ventricle. فإذا الأوريكل هو مثل غرفة، فينا نعتبره مثل هلا بفرجيكم إياها مثل غرفة كأنه، الأوريكل هو عبارة عن جزء من الهارت، أوكي؟ الجدار تبعه كتير رفيع، بيستقبل البلد من الفينز، أوكي؟ وبوديهن من الفينز لوين بوديهن؟ يعني من الأوريكلز هن حيروحوا للفنتركل، أوكي؟ من الأوريكلز للفنتركلز، أوكي؟ Ventricle cavity of the heart that has a thick wall. فإذا نحن قلنا بالأوريكل بيكون عندنا thin wall بينما هون بيكون thick wall. أوكي فإذا الventricle هو cavity of the heart that has a thick wall. It forces the blood into an artery. Valve a tissue that controls the passage of the blood and prevents its backflow. It only opens in one direction. مثل الفالف هو بيكون بس هو وظيفته انه يمرق الدم اوكي يمنع رجوعه وبيفتح باتجاه واحد Heart The heart is an organ formed of a hollow muscle, the myocardium. The heart lies in the thoracic cage between the two lungs and is slightly inclined to the left side. فإذا الهارت هو عبارة عن أورجان هو عبارة عن عضو متكون من عضلة مجوفة اللي هي المايوكارديوم موجود بالقفص الصدري بين الرئتين وشوي مايل على جهة الشمال. The heart pumps blood to all body organs. فإذا الهارت بضخ الدم لكل أعضاء الجسم. Blood pumping is done by the contraction and relaxation of the parts of the heart. فإذا عملية البامبينج الضخ بتصير من خلال الكونتراكشن والريلاكسيشن لأجزاء من الهارت. In the heart, the left part is bigger than that right. فإذا جهة الشمال أكبر من جهة اليمين. Cavities of the heart are right auricle, right ventricle, left auricle, and left ventricle. فإذا نحن عندنا four cavities or four chambers. اوكي اللي هن رايت اوريكل رايت فنتريكل ليفت اوريكل ليفت فنتريكل اوكي ناو
we will talk about valves. Atrioventricular valves. Tricuspid valve is located between the right auricle and the right ventricle. مثل ما عم نشوف بالصورة, the tricuspid valve موجود بين right auricle and right ventricle. It allows the blood to flow from the right auricle into the right ventricle when opens and prevents the backflows of the blood when closed. فإذا لما بيفتح بمر الدم من الـ right auricle to right ventricle وبيمنع رجوع الدم لما بيسكر هيدا الفالف. أوكي. Second, bicuspid valve is located between the left auricle and the left ventricle. فإذا البايكاسبيد فالف موجود على جهة الشمال من الهارت بين الـ left auricle والـ left ventricle. It allows the blood to flow from left auricle into the left ventricle when opens and prevents the backflows of the blood when closed. فإذا لما بيفتح بمر الدم من الـ left auricle into left ventricle, اوكي, وبيمنع الباك فلو, يعني بيمنع رجوع الدم لما بيسكر هيدا الفالف. Sigmoid valves located at the base of pulmonary artery and aorta artery. مثل ما عم نشوف مس هيدا البلمونري ارتري, بيكون مس عندنا هيدا الفالف السيجمويد فالف موجود على البيس تبعه. وظيفته مس اول شيء قلنا بيمنع الباك فلو لما بيكون مسكر, واهم وظيفه لإله انه بياخد بمرق الدم من الرايت فنتريكل بيحمله لوين بيوديهم من خلال البلمونري ارتري حيروحوا على اللنج. فهون بيكون حامل الدي اوكسجينيتد بلاد, الدم الريتش بالكربون دايوكسيد. اوكي, هون مس كمان عندنا الفالف الموجود على البيس اوف اورتا ارتري. اوكي, هيدا بياخد الدم النظيف الاكسجينيتد بلاد من اللفت فنتريكل وبوديهم بيروحوا على الباي اورتا على الاول بودي اورجان. اوكي, فاذا عندنا السيجمويد فالف موجود على البيس اوف بلمونري ارتري اند اورتا ارتري. They allow the blood to flow from right ventricle into pulmonary artery and from the left ventricle into the aorta when open and prevent the backflow of the blood from arteries to ventricles. Now we will talk about veins. Superior and inferior vena cava veins. فإذا شو وظيفة superior والinferior vena cava veins? Carry the blood that rich in carbon dioxide from the organs to the heart, right auricle. مس بدل الاوريكل فينا نقول كلمتين اللي هي اتريوم. اتريوم, اوكي. فاذا وظيفه السوبيرور والانفيرور فينا كافا فينز انهم ينقلوا لنا البلد الغني بالكربون دايوكسيد, ريتش ان كربون دايوكسيد, اوكي, دي اوكسجينيتد بلاد. اوكي, من وين حينقلهم؟ من الاورجانز, من الاعضاء, بيوديهن على الهارت. اوكي, فاذا carry the blood that rich in carbon dioxide from the organs to the heart. Pulmonary veins. Pulmonary veins. نحنا منعرف أول شيء, خلينا نشوف مثل ما هلأ عم نحكي إنه دخل مثلاً superior والinferior vena cava veins, جابولنا نقلولنا الدم الغني بالكربون دايوكسيد, حيروح من الرايت أوريكل to right ventricle. قلنا من الرايت فنتريكل مثل ما عم نشوف بالسهم عم بيروحوا على pulmonary artery. أوكي, طيب البلمونري أرتري حتوديهن لوين؟ على اللنج. أوكي, اللنج حتنظف الدم وحيصير في عنا oxygenated blood, حيرجع يفوت على الهارت من خلال مين؟ البلمونري فين, وحينقله من البلمونري فين حيفوت الدم على اللفت اتريوم او لفت اوريكل. اوكي, بعدين على اللفت فنتريكل, وبعدين حيروح على الاورتا. فاذا تحديدا البلمونري فينز شو وظيفتهم؟ انهم ينقلوا لنا الدم الغني بالاكسجين. اوكي, carry the blood that rich in oxygen, carry oxygenated blood, okay, from the lungs to the heart, left auricle. فإذا pulmonary vein حينقل لنا الدم الغني بالأكسجين من اللونجز لوين حيوديهن؟ على الهارت, تحديدا على left auricle. Arteries. Pulmonary arteries carry the blood that rich in carbon dioxide from the heart, right ventricle to the lungs. مثل ما حكينا قبل شوي, لما بيكون الدم بالرايت فنتريكل حيضخ ويروح من خلال البلمونري ارتري, حيروح على اللنج. اوكي, على اللنجز. اوكي, فاذا وظيفه البلمونري ارتريز carry the blood that rich in carbon dioxide from the heart, right ventricle to the lungs.
aorta artery. Carries the blood that rich in oxygen gas from the heart left ventricle to the organs. فإذا وظيفة الأورتا أرتري إن هي تنقل لنا الدم الغني بالأكسجين من الهارت أوكي من اللفت فانتريكل وحتوديهن على الأول بادي أورغانز أوكي أوكي مس هيدا الرسمة بتختصر لنا كل شيء. نحنا عنا هون دي أكسجينيت بلاد من خلال الفينا كافل سوبيرو والإنفيرو حيفوتوا على الرايت أتريوم اللي هو الرايت أوريكل حينزلوا على الرايت فانتريكل من خلال إنه حيفتح التراي كاسبيد. بعد ما يتعبى بالرايت فانتريكل بسكر التراي كاسبيد وحيفتح البلمونري أرتري حيفوتوا وحيوصلوا على اللانجز أوكي. من اللانجز حيبطلوا دي أكسجينيت بلاد حيصيروا أكسجينيت اوكي وحيفوتوا الدم النظيف على البلمونري فين وحينزلوا على اللفت اتريوم. بعدين حيفتح البايكاسبيد وحينزلوا على اللفت فانتريكل اوكي من اللفت اتريوم لللفت فانتريكل. من اللفت فانتريكل حيفتح الاورتيك فالف اوكي حيفوتوا من الاورتا للاول بودي اورجانز حيتوزعوا على كل انحاء الجسم. فاذا من خلال هيدي الرسمه حنعرف انه الرايت بارت من الهارت هو بيكون دي اوكسجينيتد بلاد. لفت بارت هو الاوكسجينيتد بلاد. اهم شيء نعرف الخطوات عندنا السوبيرو والانفيرو فينا كافا حيودوا لنا البلاد على الرايت اتريوم او رايت اوريكل. بعدين حيفتح التراي كاسبيد حيتعبوا بالرايت فانتركل. بعد ما يتعبوا بيسكر التراي كاسبيد بيفتح البلمونري ارتري بيعمل بامب للبلاد وبيوديهم من البلمونري ارتري على اللنج اوكي. باللنج اخذت الكربون دايوكسيد بتعمل ريسايكلينج بتطلع لنا بتعطينا الاكسجين اوكي. الاكسجين حيدخل على من البلمونري فين حيفوت على اللفت اتريوم او لفت اوريكل. بعدين حيفتح الصمام اللي هو الفالف اللي هو البايكاسبيد حينزلوا على اللفت فانتريكل. من اللفت فانتريكل حيفوتوا من خلال الاورتيك فالف على الاورتا وحيوزعون لكل انحاء الجسم اوكي. Now we will talk about cardiac cycle. Auricular systole 0.1 second. Okay, miss. بالauricular systole مثل ما عم نشوف عنا من خلال الأسهم, the auricles contract and push blood into ventricles. فإذا أول شيء لازم نعرفه إنه الأوريكلز بصيروا يعملوا كونتراكت وعم بيدفعوا الدم إنه ينزل على الفنتريكلز أوكي. فإذا مثل ما عم نلاحظ الترايكاسبيد والبايكاسبيد عم بيكونوا مفتوحين. ترايكاسبيد and بايكاسبيد valves open. فإذا هيدول كيف بيجي السؤال عنهم, ممكن يجيب لك المراحل ويقول لك رتبهم وأعطي justification إنه ليش هون ليش اخترت هيدي المرحلة إنه هي الأوريكلر سيستول. كيف عرفت؟ فإذا أول شيء بنكتب auricles contract and push blood into ventricles. Tricuspid and the bicuspid valves open. أوكي مثل المرحلة الثانية هي الventricular systole مدتها 0.3 second. خلينا نتفرج أول شيء بالصورة شو عم نشوف. عم نشوف التريكاسبيد والبايكاسبيد valves closed أوكي مسكرين. ثاني شيء شو عم نشوف, عنا sigmoid valves open. مين اللي عم يعمل contraction؟ الفنتريكل. فإذا أول شيء الفنتريكلز contract, sigmoid valves open and blood is pushed into the aorta and pulmonary artery. Tricuspid and bicuspid valves close. فإذا بميز هيدي المرحلة بالventricular systole اللي مدتها 0.3 second 0.3 second إنه الفنتريكلز هن اللي بيعملوا contract, السيجمويد فالف بيفتحوا, الترايكاسبيد والبايكاسبيد بيسكروا, الدم بده يطلع من خلال الرايت فانتريكل حيروح لوين مس؟ من خلال البرمونري ارتري على اللنج صح؟ طيب فاذا البلاد از بوشت انتو برمونري ارتري وكمان وين حيروحوا؟ من خلال من اللفت فانتريكل حيروحوا ولا من خلال الاورتيك فالف اوكي؟ حيروحوا على الاورتا ويوزعن على كل الجسم. فاذا بهيدي المرحله الفنتريكولار سيستول blood is pushed into the aorta and pulmonary artery. اوكي اوكي هلا عندنا المرحله الثالثه اللي هي الجنرال دايستول 0.4 second. auricles and ventricles relax, blood fills the auricles and slowly flows into the ventricles. فاذا بهيدي المرحله الاوريكلز والفنتريكلز مرتاحين ريلاكس اوكي ما عم يعملوا كونتراكشن.
تاني شيء مثل ما عم نشوف بالأسهم السوبيريور والإنفيرو فيناكافا عم بيدخلونا دي أكسجينيتد بلاد على الرايت أوريكلز أوكي على الرايت أوريكل أوكي وعم ينزل شوي شوي من الرايت أوريكل واللفت أوريكل وعم ينزلوا على الرايت واللفت فانتريكلز أوكي فإذا الأوريكلز والفانتريكلز حيكونوا أول شيء ريلاكس تاني شيء الدم عم ينزل من الأوريكلز للفانتريكلز شوي شوي أوكي تاني شيء مثل ما عم نشوف عنا التريكاسبيد والبايكاسبيد مفتوحين أوبن بينما السيجمويد فالف كلوز فإذا سيجمويد فالفز كلوز هو التريكاسبيد and بايكاسبيد فالفز أوبن فإذا الأول شيء لازم نعرف الأوريكلز والفانتريكلز ريلاكس سيجمويد فالفز كلوز البايكاسبيد والتريكاسبيد فالفز أوبن أوكي اوكي مس بهيدي الصوره مس هي اختصار للكاردياك سايكل عندنا 3 فيزز اوف اي كاردياك سايكل اوليكولار سيستول 0.1 سكند فنتريكولار سيستول 0.3 سكند جنرال دايستول 0.4 سكند فاذا مس قديش مده الكاردياك سايكل ككل 0.8 سكند اوكي طيب قلنا مثل ما شوف مثل ما حكينا قبل شوي الاوليكولار سيستول الاوريكلز كونتراكت اند بوش ذا بلاد انتو ذا فنتريكلز فإذا قلنا بالأوليكولار سيستول الأوريكلز هنا اللي بيعملوا كونتراكشن أوكي بيعملوا كونتراكت والبلاد بيروح من الأوريكلز للفانتريكلز طب شوفي كمان خاصية إنه البايكاسبيد والترايكاسبيد بيكونوا مفتوحين أوكي هلأ بالفانتريكولار سيستول الترايكاسبيد والبايكاسبيد فالفز كلوز أوكي الفانتريكلز هلأ هنا اللي بيعملوا كونتراكت السيجمويد فالفز أوبن and the blood is pushed into the aorta and pulmonary artery طب بالجنرال دايستول قلنا الأوريكلز والفنتريكلز حيعملوا ريلاكس أوكي أوريكلز and ventricles relax blood fills the oracles and slowly flows into the ventricles sigmoid valves close while tricuspid and the bicuspid valves open summary the heart is responsible for blood circulation The rhythmic contractions of the cardiac muscle and its resting phase define the cardiac cycle. This cycle consists of auricular systole, ventricular systole, and general diastole. فإذا مس الخلاصة بهيدا الدرس الهارت هو المسؤول عن blood circulation عن الدورة الدموية لما بصير في عنا contraction وrelaxation أو resting phase هيدي بتكون اسمها cardiac cycle الcardiac cycle هي عبارة عن three phases اللي هني auricular systole, ventricular systole وgeneral diastole مس وفي عنا فقرة هي الإبداع elaborate بهيدا الفقرة مس أنا طالب منكم إنكم تحكوا تعملوا وصف describe the pathway of blood flow inside the heart and the role played by the valve during each phase of the cardiac cycle ومس ما ننسى الحل الورك شيت الموجودة كمان بالبي دي اف وشكرا لحسن استماعكم Thanks for watching If you like this lesson make sure to subscribe to our channel for more and don't forget to click the bell to get all the updates